بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام. سلام لمتابعين حياتنا بكل بساطة مع أمان. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة أنا جاية لكم بفكرة جديدة خالص، هي افتكاسة بس ولادي بيحبوها جدا، وفي على فكرة معظم الستات بتعملها، يعني في ناس كتير أنا شفتها بتعملها. تمام، النهاردة هقدم حاجة اللي هي زي الكفتة الكدابة، يعني صوابع الكفتة بس من غير لحمة ومن غير رز. ايه صوابع الكفتة دي؟ طبعا كلنا فاكرين خلطة الكنتاكي اللي انا كنت عاملاها، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. طبعا بعد ما تبلت الفراخ وتبلت ده كله، فاض معايا شوية بيض وشوية بقسماط. فطبعا مش هرمي البيض، هرمي البيض ليه وهو متبل فيه بصل فيه بهارات وفيها كل حاجة، فما رميتش البيض. والبقسماط اللي اتبقى معايا طبعا انا عاملاه معاكم قبل كده، برضه هسيب لكم اللينك بتاعه. البقسماط كان فيه مستوي، يعني حاجة مش وحشة، مش مضرين خالص مع بعض. فمسكت البيض اللي باقي على شويه البقسماط اللي فايضين، رحت مقلباهم مع بعض. دي مش اول مره اعملها على فكره، يعني انا بعملها على طول بعد ما بعمل الكنتاكي، بس انا الحقيقه سبتها لتاني يوم، قلت نفطر بيها. فعملتها اهي بالشكل ده، بقت معايا زي عجينه الكفته بالظبط اهي. كل اللي هعمله دلوقتي هصبعها بس، يعني انا دلوقتي ضفت بقيه البقسماط على بقيه البيض وخلطه البيض. طبعا ما رميتش البيض بتاع الكنتاكي، ما رميتش بقيته، ما رميتش بقيه الخلطه اللي انا كنت عاملاها، كان فيها بصل فيها بيض فيها توابل. كانت مبهره طبعا، طعمها بيبقى تحفه، ولادي بيحبوها جدا. اعملوها وما ترموش بقيه البيض بتاع الكنتاكي ولا حاجه، اعملوها صدقوني مش هتندموا، جميله جدا. هصبحها زي الكفته بالظبط، هي عامله زي الكفته اهي بالظبط، شايفين عامله ازاي معاكم، اهي مش بتلزق ولا حاجه. هعمل بس كل اللي هبلي ايدي، هبلي زيت، يعني هبلي ايدي زيت وهبدا اعملها معاكم دلوقتي. اهو انا جبت طبق فيه شويه زيت، هبلي ايدي اهو كده اهو، مش اي حاجه، سهله زي كانك بتعملي كفته عاديه خالص اهو كده اهي. صبعيها، شايفين في قوام الكفته، وما اقولكوش هتعجب اولادكم قد ايه. اهي دي بقى الكفته الكدابه بتاعتي اهي، انا بعملها وجبه فطار، بخليها لتاني يوم بعملها وجبه فطار اهو كده. حابه بقى تعمليها بشكل الكوبيبه، حابه تعمليها زي الطعميه، براحتك خالص. حابه تعمليها كفته زي ما انا بعملها كده، براحتك برضو اهو. انا هعملها معاكم كل الاشكال اهو، ممكن تزودي عليها شويه دقيق تبقى جميله جدا اهو. انا هعمل منها كل الاشكال عشان تطمنوا ان هي جميله جدا وبتستوي. هنقليها في الزيت طبعا، هتستوي معانا اهي كده. انا عملتها معاكم شكل الطعميه شويه كده قرص اهو، يعني هي ولذيذه جدا، والبهارات مديها طعم هايل جدا، ما اقولكوش يعني اهي. مش مظبوطه شويه بس، اخلص المقدار بتاعي وهقليها في الزيت وهرجع لكم واوريكم شكلها رائع رائع رائع. حاطه الزيت اهو على النار، هبدا انزل بقى بالكفته بتاعتي بالراحه. بسم الله اهي، يعني في ستات كتيرة أوي بتعملها على فكرة، يعني هي مش الفكرة مش جديدة، وبيبقى حلوة أوي في الفطار تجديد. هكمل الكمية وارجع لكم بإذن الله، هوريها لكم بقى بعد ما تتحمر إن شاء الله. ادي الكفتة بتاعتي بعد ما حمرتها، دي الكفتة الكدابة بتاعتي اهي، شايفين شكلها عامل ازاي، شكلها جميل ما اقولكوش، ريحتها تحفة تحفة اهي. ده شكلها اهي وهي صوابع اهي، ما اقولكوش، وطعمها رائع رائع رائع. هي دي بقى كانت الكفته الكدابه بتاعتي، ربنا يسامحها بقى يعني. اشوفكم على خير بقى، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله، والله جميله اقتصاديه هايله جدا. لو عندك بواقي البيض ما ترموهوش زي ما قلت، حطي عليه بقيه البقسماط اللي اتبقى منك، واعملي منه احلى فطار لولادك تاني يوم. انا بحطه في علبه بغطيه لتاني يوم، بعمل منه الفطار، بحطه جنب الفطار بتاعي، بيبقى هايل جدا جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، مع السلامة، باي باي.